ما أن يبدأ موسم الحج إلا ويحاول المتسللون غير النظاميين انتهاز الطرق الملتوية لتهريب الحجاج، كل ذلك لعدم تقديمهم بالنظام للحصول على تصريح الحج، حيث تتواجد القوات الخاصة لأمن الطرق في المنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة. بدأنا مبكرا منذ انطلاق خطة حج هذا العام 1439 بنشر الفرق في طوق أمني محيط بالعاصمة المقدسة. هذه الفرق تنتشر وفق معلومات من خلال الدوريات السرية، وأيضا وفق المسح المتكرر ليلا ونهارا والطلعات الجوية التي نمسح فيها هذه الممرات، ومن خلال الزملاء الخبيرين من أهل مكة بهذه المواقع. تستخدم التقنيات الحديثة للكشف عما إذا كان هناك متسللين عبر الطرق الصحراوية، حيث ترصد تحركاتهم ومن ثم إلقاء القبض والتسليم للجهات ذات الاختصاص. كل مهرب مخالف للأنظمة والتعليمات، الدولة رعاها الله تبذل الغالي والنفيس وتقيم المشاريع التي تكلف مليارات الريالات لراحة حجاج بيت الله الحرام. هذه مركز القيادة والمراقبة الميدانية، كاميرا هذه يتم رصد كل ما يدور في المنطقة عن طريق مسافات بعيدة. في حال توقف مركبة قبل مركز الضبط الأمني أو بعد مركز الضبط الأمني، أو في حال مشاهدة عدد من الحجاج المترجلين المخالفين للأنظمة، فيتم تمرير المعلومات بشكل سريع إلى الزملاء في الميدان القريبين من الحالة، ويتم توجيههم للموقع للتأكد من الحالة ومعالجتها في نفس الموقع. الجهود التي تبذل ما هي إلا لراحة حجاج بيت الله الحرام لتسهيل تنقلاتهم وأداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة. فلا حج بلا تصريح. محمد العتيبي، مكة المكرمة.